للشيخ محمد راتب النابلسي قصة حصلت معه عندما كان طالبا في الجامعة. كان يجلس في المقعد الأمامي لسيارة عمومية صغيرة عندما اقتحمها رجل قوي البنية. فتح الباب دون أن ينطق بكلمة، أمسك الطالب من ثيابه وألقاه خارجا وركب مكانه. شعر الطالب بمرارة الظلم والمهانة، فلو طلب الرجل منه أن يعطيه مكانه لأنه مستعجل لفعل ذلك بطيب خاطر. لكن هكذا يقول الطالب الذي احتسب أمره عند الله وانتظر ساعتين إلى أن جاءت سيارة أخرى استقلها، لكنها توقفت في منتصف الطريق أمام سيارة منقلبة ومهشمة، والمفاجأة أنها السيارة الأولى انقلبت ومات ركابها جميعا. ما لم يرويه الطالب للشيخ النابلسي وتخيلناه أن الرجل قوي البنية كان مستعجلا جدا، فأجبر السائق على القيادة بأعلى سرعة حتى انقلبت السيارة وقتل البلطجي وقتل السائق وقتل الركاب الذين قبلوا أن يبقوا في مركبة سائقها ضعيف وقائدها مخيف. إلى العناوين. هل يبدأ الربيع الإثيوبي في إسرائيل؟ عناق المحمدين تهدده حرب اليمن. غلاء وقود السيسي رحمة.